آخ أهلا وسهلا، شو بدي إلكن؟ كلنا ضحية الجهل والانتفاضة خارجية، بدي انتفاضة داخلية. هالانتفاضة ما بتجي وحدة، بدك مرشد يا خيي. بفيلم Meeting with Remarkable Man جورجيف ما قدر وحده، اللي ما عنده شيخ شيخ الشيطان. أنا شيخي أوشو، منه بالجسد، مني بحاجة للجسد، ساكن فيي، بحسه هو اللي بيساعدني. أنا بمسك القلم وهو اللي بيكتب عربي، لأنه اللغة بتطلع من السكينة، والسكينة هالصمت هو اللي بيعطي اللغة، أي لغة اللي كان. وقت اللي ارتفع أذان بلال بأمريكا، كل واحد سمع هيدا موسيقى، هيدا بالعربي، هيدا بالإنجليزي. أنت اللغة اللي بتعرفها، بياخد كبيتك وبيحط ميته، كل واحد حامل كباية، كل واحد حامل إيده، بتقول له أعطيني بإيدك. شو هن هو؟ أرمني؟ بالأرمني. بس بدنا هالجماعة. اثنين وقت بعتهم المسيح، لو ثلاثة أربعة سرسرة. خير جليس وصدي. خلص. هودي لعبة المواقع اللي بنعملها. إنه عم تلعب باللعبة، بدل ما تلعب بها بتلعب بها. شفتوا مؤخرا شو عمل أوباما؟ لحوا الجواب بإيدي. Change and politics power. هو قال عنده إياهم، قتل فلان وفلان، يعني عم بيقتل بها العرب. لحوا الكتاب. ما بقى فيكن تقولوا ممنوع تدخل كتب أو شو. لحوا معي، رح ينحط على الموقع. Change yourself، غير نفسك. لا يغير الله ما بقوم حتى. بتغيير نفسك هيدا جزء من تغيير العالم. Power, politics and change. هيدي هي الحكمة اللي فينا نعيشها. من هون بتصير تعرف انه القوة عم بتخرب، وعم بتخرب بقوة. هيدا كتاب، وهذا صوته. تسكر فيه سو بالليل بسمع صوته، نام على هالصوت، ما بطلع من البيت حتى احط بدانتي مثل غيري، بس انا بالبيت. وهون What can I do to help make the world a better place. حبيب قلبي، شو بدك تعمل لك؟ اي كتاب بدك اقراه؟ لو بصير يقتلون، بحس انه عم بعمل منيح اذا بيقتلونها. اموات، هو اموات لو بيندفنوا هلا احلى، بترتاح مثل ما عمل هتلر. شلون؟ ترك شوية حتى نشوفهم. مش هني عاطلين اليهود، كلنا بسببنا، لانه منساوي. انا مع السلامة قلت له لا تزعجيني، فتحت الباب وما في كهرباء، قلت له انزلي. نزلنا ماشي، قلت له بخاطرك جاي من مصر تتشوفني. عم بتغير العالم، دخيل ماشي. نعم، كل واحد منا عنده هيك طريقة يشارك باللعبة. شو لعبتك؟ أنا لا، لعبتي إعلام، لعبتي الكتاب، هالموقع وخلص. وما في لزوم خبرتكم لهالموقع. موقع بيت الله رح يكون لكل الناس. كل شيء موجود هوني. بدك مريم، بدك نهلة، بدك بشار، ما بقى بدنا نزيد هالمواقع. رح يصير مثل غيرنا فاتحين سوبر ماركت. ولكن وقر لبنان، وقر مصر، وقره منتصل فيها، نعطي نحن اللي قادرين هالدعم المادي، ونحط شو في أحلى شيء بلبنان. شو صار أحلى شيء بلبنان بأيام الحرب، أيام تقرأ كتب كيف التقوا الإسلام والمسيحية والدروز. أبدا ما بدي أحكي ولا أوشو ولا مريم ولا صوفية، موجودة على بيت الله. أحلى شيء بدنا نجمع بلبنان، كل واحد عنده شيء حلو يبعث.
وهيك بتصير الناس بتفوت بتشوف صور حلوة بلبنان من إني وفلان وفلان وفلان، ومنلاقي ما زال تركيا حلوة هيك بالإنجليزي We are Turkey. يكون عنا مساحة العالم كله بتشوف ما زال فيها جمال، ليه عم نقتل بعضنا؟ ليه في حرب؟ هيك بدنا نقتل أطفال، كيف فيني أقتلون؟ مش بس طفل، كيف فيك تقتل كاهل؟ لأنه الحرب قالها، مين صاحب هالحرب؟ وين قبرك؟ هون بالبيت؟ لا بالقصر. منخلق مثل بعضنا ومنموت مثل بعضنا، بس على الطريق مثل ما عمل الإسكندر. وشو كانت وصيته؟ حطوا لي إيدي خلي يشوفوني أنا فاضي، رشوا مصاري على الطريق. هيك بترش مصاري على الطريق تنس لمون أنت وميت عم توصيخ، عم تعطي من مال الله إلى أهل الله، مش لألك من لك المال. هيدي مالك تكون صدقة لعمل صادق، مش للكذابين والمنافقين تعطيهم تروح تشرب خمرة تشتري سلاح ويقتل. كل واحد انت سائل وانت المسؤول. نعم حلو كتير هيدي بتبعت لي اياهم كل هالكلمات بالانجليزي، رح احكيهم بالانجليزي انه عن العطاء. قد ما عندي كباية صغيرة أو سطل شو ما كان، درهم فلس الأرملة من قلبنا يكون من شعري، أقل شيء مليون مشاهد لهالبرنامج. ما فيني إلكم بمصر ما في حدا ما عارف مريم، حتى نهلة انزعجت وأنا عيوني بالأرض وما برد. يعني كل ما رديت على إنسان 99% بهدلوا سئلت سخيفة وما الجديد، معنات عم نخسر مشاهدين. قلت له ما بدي مشاهدين، ما بدي حشود، بدنا واحد بالمليون. مش من سيربح الملعون، من سيربح هالراحة. حطوا هالعلم يكون عندنا معرفة أكثر. عندما تتبع النظام الغذائي المتوازن في أوقات محددة ومواعيد منتظمة بيساعد ذلك الجسم على التخلص من الكيماويات والسموم الموجودة. تعرفوا طاقة الفجر غير طاقة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر شو بيرتاح فيها؟ الكبد والمرارة. الظهر المصران الغليظ والمصران الرفيع والقلب والبرد وطاقة البرد وطاقة التدفئة الهيتر. نحن العصر المعدة والبنكرياس والطحال، المغرب الرئة والمصران الغليظ، العشاء بدنا ننام الكلى المتانة الأعضاء التناسلية. فإذا من الساعة 9 إلى 11 مساء هذا الوقت الذي يتم فيه التخلص من السموم الزائدة بهالجهاز اللمفاوي، ومحطوط على الموقع بس بنحكيها هيك. لذلك فإن هالوقت يجب تمضيته في هدوء. فإذا كانت ربة المنزل تعبة عم تشتغل بالبيت أو تحكي مع أولادها حتى تكونوا بالصف يدرسوا منيح، له تأثير سلبي على صحتها بهالوقت. خلاص تعالي بتتأملي بتنامي، نام بكير وقوم بكير، شوف الصحة كيف بتصير. هلأ مش وقت درس، مش وقت جالي بشغل، نحن منسهر كل الليل ومننام بالنهار. معقولة هاي؟ من الساعة 11 للوحدة صباحا ميعاد تخلص نعم الكبد من السموم. بيكون هالوقت المثالي للنوم العميق. بهالوقت رح يجي الفجر تتخلص من السموم. يلا يلا اجى الفجر، كبد نظيف ما عندي حقد، هيدا بيحقد. الكلى بتخاف، هيدا عنده حقد. من الساعة 1 للساعة 3 صباحا ميعاد تخلص المرارة من السموم، وأيضا يكون وقت مثالي للنوم العميق. يا حبيبي الساعة 3 إلى 5 صباحا هلأ بتبلش الغضب بتشيله، ميعاد تخلصنا كلنا
الرئة من السموم. لذلك سنجد أنه يلي بده قاعد يعاني من السعال فأنه سوف يعاني أكثر في هذا الوقت. والسبب في ذلك عملية التخلص من السموم بدأت في الجهاز التنفسي، فلا داعي لتناول دواء لإيقاف أو تهدئة السعال لهالوقت. منع التدخل في عملية التخلص من السموم الموجودة بها. انتبه قد ما فينا ما ندخن، شوفوا ليش عم بتدخنوا، شوفوا السبب. بهالخمس حدود بتصير تعرف الظهر والعصر وهيك شو في، والطاقة التانية مثل المي هلا بتطفي النار. أي متى النار؟ الظهر وبالليل نصف الليل. وهنا ننصح المدخنين أن لا يقوموا بالتدخين في هذا الوقت، لأن ذلك يمنع أيضا عملية التصريف للسموم عن طريق إضافة سموم جديدة بدلا من التصريف القديم. نحن ياريت فينا ما مندخن أبدا. ليه بدنا ندخن؟ مين بيقول لك إنك تدخن يعني؟ شو السبب؟ تقوم الصبح على الفجر بتدخن، جيبي لي قهوة. أوكي خي الساعة 3 هلا 4 5 يعني أحلى وقت للصبح، بدك قهوة ودخان. الساعة 5 الصبح ميعاد تخلص الكولون من السموم، هون بتطلع وبتبول بهالوقت بتعملها لتفريغ المتين لمساعدة الكولون على التخلص من السموم. وهنا ننصح الأشخاص بعندهم من إمساك المزمن أن يواظبوا على الاستيقاظ في هذا الوقت 5 صباحا حتى يساعد الكولون على العمل والتصريف. البرنامج عندنا بلبنان الساعة 6، عشان هيك 5:15 بنبلش كلنا نقوم نقرا شوي مدري شو، بس بنفوت على الحمام. هلو الوقت الكولون يتحرك، كل الجسم بيرتاح كل يوم على القليل مرتين الصبح وقبل ما تنام. الإمام علي عنده شرح كيف بنفوت على بيت الخلا وليش. من 7 to 9 صباحا ميعاد امتصاص، شو هو؟ الغذاء في الامعاء الدقيقه، فيجب ان يتم تناول وجبه الافطار في هذا الوقت، ومع الفطور ومع الترويقه ترويقه ملك. اما المرضى اللي عندهم انيميا ونقص الهيموغلوبين بالدم فيجب ان يتناولوا وجبه الافطار قبل الساعه 6:30 صباحا، تروق كثير افضل لنا كلنا. أما من يرغب في المحافظة على سلامة جسمه وعقله يجب أن يتناول وجبة إفطاري قبل 7:30. انتبهوا دائما في وقت معين قبل 7:30 الصبح، هيدا مثل بيقول له فرجيني كيف إجراك وين بيروحوا، بس تقعد وترتاح وتتروق بتقوم إجراك راحوا على الحقلة، لأن أنت بدك تروح وتشتغل، بتقوم بترتاح بتتروق بتقوم بتمشي. هول إجرين هن دولي بالسيارة، إذا هم اشتغلوا الجسم كله ما فيه يشتغل. أنا ما كتير بطلع وبمشي من البيت، بتعرفوا جلقين كتار على الطريق بسألوا سؤالات سخيفة، بس بطلع بتطلع بالأرض حتى ما حدا بسمع بيقولوا مريم نور مريم نور ما برد. بس هالمشي الإجرين كتير مهمين، هن اللي بيمشوا كل الجسم. ما بدك يوغا، ما بدك رياضة، ما بدك تاخد المواد يلي الجلوتين مدري شو هي، بروتين الغزالة والبقرة والفيل بياخدوا بروتين. الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار وتعودوا على ذلك يجب أن يغيروا عاداتهم، لأن ذلك من أهم أسباب تليف بالكبد بالجهاز التناسلي دايما بالرحم. فإذا ما بدك تتروق جرب تتروق وما تتغدى وما تتعشى، بس الترويقة ضرورية. تروق ترويقة أمير، وتغدى غدا ترويقة ملك، وتغدى غدا أمير، وتعشى عشا فقير.